في ليلة واحدة وبشكل دراماتيكي وسريع فاجأ الجميع تهاوت مراكز تيار المستقبل في بيروت بعد كل الذي قيل عن إعداد آلاف عناصر هذا التيار وتدريبهم على يد الجيش الأردني. آلاف استقدم معظمهم من المناطق النائية والمحرومة في البقاع والشمال، وتم توظيفهم تحت شعار شركات أمنية خاصة ما سمح لها بالتمدد، وشركة سيكيور بلاست نموذج لها. استيلاء مناصري المعارضة على مقر العمليات الرئيس للشركة في رأس النبع أكد ما كانت الأو تي في كشفته وحذرت منه في السابق لناحية تستر تيار المستقبل بأسماء هذه الشركات لإنشاء الميليشيا المسلحة الخاصة به. فر عناصر تيار المستقبل ومسؤولوه تاركين وراءهم ثيابهم ومستنداتهم الشخصية، أما المعدات الميليشياوية فتبدأ من قنابل المولوتوف المتطورة المحشوة بالبارود والمسامير والبنزين والمعدة للتصنيع بكميات كبيرة، إلى المطارق الكبيرة المعدة للاقتحام وكسر الأبواب، إلى رزم العصي، والأهم من كل ذلك ترك الوثائق والمستندات التي صدرتها عناصر حزب البعث الذين استلموا المبنى. مشهد من الدمار استفاق عليه أطفال منطقة رأس النبع الذين يتطلعون إلى عاصمة يعيش فيها الجميع وإلى مستقبل مختلف مشرع على أفاق أرحب. هذا نموذج عن الدمار الذي لحق بمراكز تيار المستقبل في بيروت ليلة أمس. في الظاهر هو شركة أمنية خاصة، ولكن في الحقيقة هو ثكنة عسكرية بكل معنى الكلمة، وفيها كان يتمركز عشرات العناصر.